شارك أكثر من 600 متسابق في هونغ كونغ في مسابقة للعبة بوكيمون جو للإمساك بشخصيات اللعبة الافتراضية خلال تجوالهم في شوارع المدينة. وأقيمت المسابقة قبل يومين، حيث يتعين على كل متسابق الإمساك بشخصيات اللعبة في تقاطعات معينة. وكان من بين المتسابقين أب وابنه، واتسمت مشاركتهما في المسابقة بجدية بالغة لدرجة أنهما تغاضيا عن موعد وجبة الغداء. ويمكن للمشاركين الإمساك ببعض الشخصيات النادرة المحددة، الأمر الذي سيعمل على خصم بعض الدقائق من إجمالي الوقت الذي استغرقوه في المسابقة. وكانت تقارير إعلامية محلية قالت في وقت سابق إن أكثر من 1000 شخص غالبا ما يتدفقون على متنزهات محددة خلال الليل للإمساك بالوحوش الافتراضية في لعبة بوكيمون جو.